بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. لأن الله عندما طلب منك العمل طلب منك الإحسان في العمل وليس مطلق العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالعبرة بالإحسان أهم من الإكثار، وإحسان العمل أن تتوفر فيه الشروط الظاهرة والباطنة من الصحة وأسباب القبول. فالشروط الصحة تكلم عليها الفقهاء، وأسباب القبول تكلم عليها الصوفية، لأن الله لا يتقبل عبادة من متكبر، ولا يتقبل العبادة من قاسي القلب، ولا يتقبل العبادة من الذي مطعمه حرام وملبسه حرام ومسكنه حرام. فلا بد من مراعاة أسباب القبول بالتصوف ومراعاة أسباب الصحة بالفقه حتى تكون محسنا للعمل. باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 85 بعد 900، يقول: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الصحابة مراقبة تربية وشفقة حتى أثناء الصلاة، لأن النبي كان له خصيصة اختص بها، أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فيبدو أن هناك بعض الناس كان يصلي خلف النبي يكسر الحركة أو يكسر الالتفات أو لا يراعي الخشوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه بعد الصلاة وأعلمه أنه يصلي لنفسه، أي من أجل الثواب الذي يلقاه عند الله والقبول، وأن كثرة الحركة وعدم الخشوع في الصلاة قد يكون سببا لعدم قبولها. فعليك أن تعلم أنك تصلي لنفسك، فإذا فعلت الفعل لنفسك تتقنه، لأن الإنسان يحب الأمر المتقن. فإذا فعلته أي لأجل الثواب، وإذا فعلته لأجل الله فالله سبحانه وتعالى بجلاله لابد أن تفعل العبادة على أكمل وجه يليق بجلال الله وعظمته. فإما أن نظرت إلى الصلاة أن ثوابها يؤول إليك فعليك أن تحسنه، أو أنها لله والله معظم وأنه سبحانه وتعالى عزيز جليل، فهذا كله يدعوك إلى تكميلها وتحسينها والخشوع فيها.
وعنه به قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: هل ترون وأنا أنظر إلى القبلة هنا؟ أنا وأنا نظر للقبلة أنا شايفكم برضه وأنتم وراءكم. يبقى النبي يدعوهم إلى أن يراقبوا مراقبة النبي حتى يترقوا منها إلى مراقبة الله عز وجل. يبقى الإنسان لما يكون لسه في بدايته يرقب شيخه، يعني يفعل في حال غياب شيخه ما لو كان شيخه ينظر إليه. فإذا كنت تستحي أن ينظر إليك شيخك وأنت تفعل فعلا فلا تفعله في الخلوة. وعشان كده الطريقة البرهمية عندهم هذا الأسلوب، يقول لك إيه؟ يقول لك وأنت بتقول الورد راقب شيخك كأن شيخك قاعد معايا. في ناس بتزعل من الطريقة البرهمية. طب ما هو واخدنا هنا من الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم راقبوني أنا شايفكم، أحسنوا صلاتكم لحسن ده أنا شايفكم، عشان يتمرن بعد ذلك من مراقبة الحاضر إلى مراقبة الغائب. يبقى الأول تراقب الحاضر فترتقي بعد ذلك فتراقب الغائب، لأن الله غائب. زي ابنك لما تبقى أنت موجود في البيت يبقى الولد المؤدب هادي عشان أبوه موجود في البيت، أول ما الأب يمشي الابن بقى يفعل ما شاء في البيت. ليه؟ لأن وجود الحاضر يكون سببا للوقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يراقبوا نظرته إليهم حتى يكونوا سببا لوقارهم. فإذا اعتادوا مراقبة الحاضر ارتقوا بعد ذلك إلى مراقبة الغائب سبحانه وتعالى. وهذا تربية نبوية شريفة. ولذا أخذت الطريقة البرهامية هذا المعنى في قولهم عند آداب قراءة الورد أن تراقب شيخك وأنت تقول الورد ولو كنت منفردا كأن شيخك ينظر إليك. فبعض الجهلة المعترضين على كل شيء يقول كيف يراقب الشيخ ومتى يراقب الله؟ هذه مرحلة تربوية وقد رعاها النبي في القرآن وقرعاها النبي في تربية الصحابة في مثل هذه الأحاديث عندما قال إني أراكم من وراء ظهري، يعني أنا شايفكم لا تخفون علي، فإذا كنت ناظر إليكم فاعتبروا بنظرتي إليكم. فهذا نقطة هامة، وهي تبين أيضا خصوصية النبي أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وكان يرى أيضا في الظلام كما يرى في النهار. فنظر النبي كان له خصائص ليست يشبهها نظر سائر الخلق. النبي كان يسير في اليوم في الليلة المظلمة الشديدة الظلمة كأنما يسير في نهار الصبح، لا يحتاج إلى مصباح، لأن النبي هو نفسه مصباح الظلام، فالظلمة لا تؤثر عليه صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس يصلي يضع صورة شيخه قدامه. لا شيء، لأنه اللي يعينه على مراقبة هذه مرحلة وليست هي النهاية، هذه مرحلة تربوية فقط. إذا اعتدت أن تراقب الحاضر فصارت المراقبة بعد ذلك والوقار سجيتك، انتقلت منها إلى مراقبة الغائب وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الله غيب، مش كده؟ يؤمنون بالغيب وغيب الغيوب هو الله سبحانه وتعالى. وبعض الطرق زي الشاذلية تطلب منك أن تراقب الله مباشرة، الطريقة الشاذلية ماشية على هذا الأسلوب، تراقب الله مباشرة، هي بتتخطى بك هذه المرحلة إلى أن الناس مراحل، فلا بأس. فالطريقة الشاذلية عندنا يدلك الشيخ من أول خطوة على مراقبة الله عز وجل وهي المرحلة النهائية، دي الطريقة الشاذلية تمتاز بها. لكن بعض الناس تحتاج طرق أخرى، لذلك عدد الله الطرق لاحتياج الناس إلى وسائل تربوية مختلفة، وهذا من رحمة الله بالناس. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة
يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. وعن أبي قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: إذا ركعتم وإذا سجدتم. والنبي هنا يحلف، وهل النبي يحتاج للحلف؟ ولكن في لغة العرب الإنسان يحلف على الأمر المعظم ويحلف لزيادة التأكيد، فالنبي أراد أن يعظم الأمر وأن يزود تأكيد الناس في المسألة، فقال: والله. فيبقى يجوز الحلف في بعض الظروف وفي بعض الأمور بغير استحلاف، إن كان الأمر لزيادة تأكيد أو لتعظيم ما يحلف عليه. باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. سبق الإمام مكروه وقد يبطل الصلاة إذا سبقت الإمام في ركن كامل، لكن لو سبقته في جزء من الركن لا تبطل الصلاة ولكن تكون مكروهة، والكراهة تمنع التضعيف في الجماعة، لأن ثواب الجماعة 27 ضعف، فإذا فعل فعلا مكروها تبقى جماعة واحدة بس مش 27، ما تتضربش في 27، فالكراهة تمنع التضعيف، فعلى الإنسان في صلاة الجماعة أن يراعي الأدب حتى لا يضيع منه التضعيف في الصلاة. من الكراهة عدم مساواة الصف، يبقى واقف معوج في الصف. من الكراهة أن ينشئ صفا وفي الصف الذي أمامه فرجة، فهذا مكروه، كل هذا يمنع التضعيف. من الكراهة تباعد الصفوف تباعد شديد، فهذا يمنع التضعيف، كما هو حادث في كثير من مساجد الآن، يكون المسافة بين كل صف وصف حوالي 5 متر و6 متر، تجد الناس متناثرين في المسجد هكذا، فمنظر هذا مكروه. تقارب الصفوف شيء مطلوب من الشرع من الصلاة، وهذا من إحسانها، لأن كلما تقاربت الصفوف تقاربت القلوب وكان معينا على الخشوع، وكلما زادت المسافة البعد كلما زاد مجال الرؤية فقل الخشوع، فمطلوب الإنسان يراعي مثل هذه الآداب، أن يسد الفرج، أن يسوي الصفوف، أن يتقارب الصفوف، وأن يكون الصف الأول قريبا من الإمام أيضا، ليس بعيدا عن الإمام، يبقى المسافة بينك وبين إمامك بقدر سجودك، اللي هي عملوها الوقت السجاد كده، معمول السجادة على قدر السجادة، لكن بعض الناس يروح سايب خطين وثلاثة وثلاثة أربعة عشر سجاجيد ويعمل ليه مش عارف، متضايق من العمود، العمود ما يقطعش الصف على فكرة إذا كانت الغرض تقارب الصفوف، لأن تقارب الصفوف كغرض أقوى طلبا من إيه؟ من تجنب إيه الصلاة بين الأعمدة. لازم نوزن الأحكام، الصلاة بين الأعمدة مكروهة وتباعد الصفوف أشد كراهة، فنقدم أخف الضررين، فنراعي تقارب الصفوف ولو قطعت الأعمدة الصف. ليه؟ لأن أنا برتكب أخف الضررين، لأن ضرر تباعد الصفوف أشد، وتباعد القلوب وضياع الخشوع. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تقاربوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما جاء أحد الصحابة في درس النبي صلى الله عليه وسلم فاقترب، فقال هذا اقترب آوى فآواه الله، وجاء بعده واحد تاني فابتعد فجلس بعيدا، وقال هذا ابتعد فأبعده الله. فالنبي لا يحب التباعد بل يحب التقارب والتآلف والتكاتف،
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، حتى في القتال. والله سبحانه وتعالى يباهي بصفوف المؤمنين صفوف الملائكة، لأنها تشبه صفوف الملائكة فيباهي بهم الملائكة. فكل ده أمر مطلوب شرعا لإحسان الصلاة. فسبق الإمام أو مساواة الإمام أعمال مكروهة تمنع من تضعيف الصلاة. ففي واحد يجي الإمام يقول الله أكبر يركع، يلاقي نفسه ماشي مع الإمام بنفس سرعة الإمام، هذا الفعل مكروه، وهذا لا يبطل الصلاة لكن يمنع التضعيف. واضح؟ فدي نقطة هامة لابد أن تتحرك بعدما ينتهي الإمام من حركته، تتابع الإمام ولا تسبق الإمام لا في ركوع ولا في سجود. سبق الإمام حرام ومتابعة ومساواة الإمام مكروهة. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ لأبي بكر، قال ابن حجر أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار صلى الله عليه وآله وسلم. كانت تتمثل الجنة والنار للنبي في محرابه في قبلته وهو في أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم، فكان يراها صلى الله عليه وسلم. فلو كشف لنا منها شيء ما تحملنا، فقلب النبي يتحمل ما تتحمله الجبال صلى الله عليه وسلم. تحمل القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعا متصدعا، وأنزله على قلب النبي فتحمله، فقلب النبي أقوى من الجبال، خلقه الله على هيئة يتحمل نزول الوحي. فلما كان على هذه الهيئة كان يريه الجنة ويريه النار. لو كشف لأحدنا نحن الجنة والنار ربما نفقد عقولنا، ربما لا نتحمل، ربما لا نستطيع أن نكمل العبادة، نخرج حتى من الصلاة فننسى كم صلينا وكم قرأنا، وهذا كله من رحمة الله بنا. فكشف لنبينا وتحمل وأخفى عنا لأننا لا نتحمل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. سبق الإمام قد يبطلها. لو سبقه سبقا بينا يبطلها، لو سبقه سبقا، لكن لو كان في لحظة كده لا يبطلها، لكن يبقى حرام، حرام بس المساواة مكروهة. لا المساواة مكروهة مش حرام. لو سبقه يبقى حرام لكن لا تبطله، لكن لو وصل للأرض قبل ما الإمام راسه توصل للأرض بطلت صلاته. لكن افرض مع بداية الحركة، هو اتحرك قبل الإمام بس هو حركته بطيئة والإمام حركته أسرع، فالإمام أنشأ حركته بعد حركة المأموم بعض ووصل للأرض قبله، يبقى سبقه ولم تبطل صلاته في هذه الحالة. لكن لو اتحرك وصل للأرض قبل ما الإمام يكون وصل جبهته للأرض هنا بطلت صلاته. والمساواة انك انت تمشي بنفس سرعته، بل المساواة مكروهة والسبق قد يبطلها، لكن السبق حرام على كل حال. يبطلها امتى؟ لو وصلت انت لنهاية الركوع قبل ان يصل الإمام الى نهاية ركوعه، او لو وصلت الى الأرض بجبهتك قبل ان تصل جبهة الإمام الى الأرض، هنا بقى تبطل الصلاة. والتأخر أيضا عن الإمام مكروه. يعني في ناس الإمام يقول الله أكبر ويقف يقرأ الفاتحة وده لسه ساجد بيدل، أهو ده فعل مكروه، دي مشهورة بقى. فهذا فعل مكروه يؤدي إلى عدم تضعيف الصلاة، لأن متابعة الإمام واجبة والدعاء في السجود مستحب، فلا تنشغل بالمستحب عن الواجب، لابد أن تتزن الأحكام. فلا يشغلك
ايه سنه عن واجب. فالسنه ان تبع وان تساجد، انا معاك، بس الواجب انك انت تتابع الامام، فايهما تقدم؟ تقدم متابعه الامام، فلا تتاخر عليه. واضح؟ لانك قد تتاخر فلا تدرك قراءه الفاتحه، يكون الامام قرب يخلص الفاتحه وانت تيجي تقف تقرا الفاتحه الى ركعه، تلاقي نفسك متاخر عن الامام في كل حاجه. والتاخر عن الامام، اذا تاخرت عن الامام وسبقك الامام في ركنين بطلت الصلاه. لو سبقك الامام في ركنين كاملين بطلت الصلاه. واضح؟ يعني انت قاعد تقرا الفاتحه والامام ركع وقال سمع الله محمدا وحيهوي للسجود وانت لسه مشغول في الفتح. فلو وصلت جبهته الارض وانت لسه ما ركعتش بطلت صلاتك. فهمت بقى؟ لو سبقك بركنين كاملين. فكل دي النقاط دي مهمه الانسان ياخد باله منها وهو ايه بيصلي صلاه الجماعه حتى يفوز بثواب الجماعه مع التضعيف. لان احنا كلنا يعني فقراء لثواب الله عز وجل، ما حدش فينا مستغني. نعم. لو سبقوا الإمام في قراءة الفاتحة إذا كانت سرية لا شيء في القراءة السرية. افرض أنت قريت الفاتحة والإمام بيقراها ببطء شوية فأنت قريت الفاتحة قبلهم. ما هو ده في السرية، لأن ده ركن واحد. القراءة دي كلها ركن واحد. فلا شيء فيه. واضح؟ لكن الأولى في الجهرية إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة أن تنصت له حتى ينتهي من قراءة ثم تقرأها. حتى لا تكون مساويا له او سابقا له. واضح؟ وتنتظر قراءة الفاتحة في السكتة بين الفاتحة والسورة. ده الأولى. عشان كده عند الشافعية يسن للإمام سكتة بين قراءة الفاتحة وبين السورة ليتيح الفرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة. واضح؟ لا شيء فيها. في نافلة السرية أنت تقرأ ما شئت من السور وهو يقرأ ما شاء من السور، لأن قراءة سرية أنت لست ملتزما بقراءة الإمام بما يقرأه في السر. أما الإمام في الصلاة الجهرية فعليك أن تنصت عند قراءة السورة وتنصت عند قراءة الفاتحة، فإذا انتهى من الفاتحة تنشغل أنت بقراءة الفاتحة لوجوبها عليك، ثم تصمت بعد ذلك لتسمع قراءة الإمام في السورة. فإن كان بيقرأ السورة وأنت لم تقرأ الفاتحة فسماع إنصات السورة هذا أمر مطلوب، والفاتحة أشد طلبا لأنها ركن، يبقى انشغل بالفاتحة ولو كان يقرأ السورة. واضح؟ فلازم نزن الأحكام. الركعة الثالثة والرابعة ما لحقش يقرأ الفاتحة والإمام في الركعة الثالثة والرابعة ما لحقش يقرأ الفاتحة والإمام ركع. إذا استطعت أن تكمل الفاتحة سريعا وتدركه قبل الرفع من الركوع فافعل. ليه؟ لركنية الفاتحة. فإن لم تستطع ويسبقك وتبطل اترك قراءة الفاتحة وتابع الإمام، ثم هذه الركعة لا تحسب لك. بعد ما يسلم تقوم تجيبه. واضح؟ يعني افرض الإمام سريع قوي. يعني انت يا دوب بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول الله اكبر وانت لسه في البدايه. قراها امتى؟ موهوب ما شاء الله، يعني الفاتحه بيقراها بسرعه. وبعدين انت عارف ان هو كمان ركوعه سريع، فلو كملت انت قراءه الفاتحه تلاقيه رفع من الركوع ونزل على السجود، هتبطل صلاته. في الحاله دي تعمل ايه؟ انت بين اختيارين، اما ان تنوي المفارقه فتترك الجماعه وتكمل صلاتك بالاطمئنان بتاعك المعتاد وتنوي المفارقة وتصلي في مكانك ويبقى خلاص ما بقاش إمامك. هذا اختيار. والاختيار الثاني أن تتابعه لإدراك الجماعة، ثم بعد ما يسلم الركعات اللي ما قريتش فيها الفاتحة تحسبها، ما تسلمش مع الإمام تقوم تجيب بدل. يبقى قدامك الاختيارين. واضح؟ في حالة إدراك ركعة إدراك الركوع مع تسقط الفاتحة بس للمسبوق في الركعة التي ايه بدأ فيها الصلاة فقط، لورود ايه أحاديث تدل على ذلك. يبقى الفاتحة تسقط فقط لمن أدرك الإمام في الركوع في هذه الركعة بس. إنما احنا بنتكلم على واحد أدرك الإمام في القيام وأنت كمان قائم معاه، يبقى وجبت لك الفاتحة لازم.
تقراها. طب انا ما ادركتهاش لان الامام سريع، يبقى قدامي الاختيارين، اما ان انا انوي المفارقه واتم صلاتي على عادتي، او ان انا اتابع الامام واحسب الركعات اللي قدرت اقرا فيها الفتحه محسوبه، والركعات اللي ما قدرتش اقرا فيها الفتحه اعوضها وما سلمش معاها. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير واسحاق بن ابراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. وعن ابي قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد، قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني يمسخ. يبقى شوف شدة حرمة سبق الإمام، أنه قد تتحول صورته إلى حمار يمسخ يعني. أو أن النبي يقصد أن تصرفه هذا تصرف بليد غبي كالحمار، لأنك مهما سبقت الإمام فلن تنصرف إلا أن يسلم الإمام، فلما تسبقه؟ إذا كنت أنت كده كده مش هتمشي إلا زي ما يسلم، فبتسبقه ليه؟ تصرف حمار، فاهم؟ فكأن إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكمه أنه كالحمار، أو أن النبي يبين عقوبته أنه قد تصل إلى المسخ، فدل على شدة حرمة سبق الإمام. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار، وربما يكون هذا يوم القيامة، أن الذي اعتاد سبق الإمام ورفع رأسه يبعث يوم القيامة وجهه كوجه حمار، فالناس يعرفوه أن ده كان يسبق الإمام، لأنه يوم الفضيحة تحتمل. أيوه، لو سبقه دون قصد، لو سبقه ناسيا يرجع تاني، يفرض هو ساجد فالإمام طول أو في السجود فظن أن الإمام رفع وهو لم يسمع التكبير، ظن ذلك فرفع فوجد الامام ساجد يرجع يسجد تاني. فهمت ازاي؟ لان هنا ده ظن. او سمع واحد يقول الله اكبر في الشارع افتكر ان ده صوت الامام فراح رافع، فلا الامام لسه ساجد، ده صوت تاني واخده يرجع، يبقى ده لا اثم عليه لان اختلط عليه الامر. فالناسي لا شيء عليه، والمشتبه عليه الامر برضه لا شيء عليه. احنا بنتكلم على المتعمد. باب النهي عن رفع البصر الى السماء في الصلاة. في اثناء الصلاة مكروه ان الانسان يرفع راسه كده ويقول يا رب يا رب كده، في اثناء الصلاة ما يصحش، خدت بالك؟ ده مكروه مش حرام لكنه مكروه، والكراهة قلت لك تمنع الثواب، ثواب الصلاة اذا كنت منفردا، واذا كنت جماعة تمنع التضعيف. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. عقوبة يعني يفقد بصره، لا ترجع إليهم يعني يفقد بصره. ودي طبعا كأن دعوة للنبي عليهم ودعاء النبي مستجاب، فالإنسان يحذر هذا، يحذر هذا، ودل على إيه؟ أنها كراهة تحريم، لأن النبي لا يدعو
إلا إذا كان الأمر شديد كراهة تصل إلى التحريم. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وعمرو بن سوداء ابن سواد وعمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. يبقى الأمر بالسكون يعني عدم كثرة الحركة بغير ضرورة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام لأن الصحابة كانوا يقولوا إيه في آخر في التشهد السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله، كانوا يرفعوا إيديهم كده في الأول، فنهى النبي عن هذه الإشارة لأن العادة الإنسان لما يجي يسلم يرفع إيده كده، فكانوا يعملوا كده وهم بيصلوا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عباد الله الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام عليكم، فنهى النبي عن هذا عن رفع اليد في الصلاة. وإتمام الصفوف يعني الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص فيها يعني إيه التقارب وعدم وجود فرج، والأمر بالاجتماع يعني تقارب الصفوف. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب ابن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. والخيل الشمس جمع شموس، والفرس الشموس هو الجامح اللي ملوش ضابط، واخد بالك النافور يعني اللي فيه نفرة، يبقى ايه بيقول لهم ما لي اراكم، عارف انت الخيل لما يجي يقف على رجلين اتنين ويرفع ايديه كده، او ده اسمه ايه نوع من الشموس والنفور في الخيل. فالنبي يقول انتوا بترفعوا ايديكم كده ليه، عاملين زي الخيل الشمس، واضح؟ لان كانوا بقى زي ما قلت لك كانوا يقول السلام عليكم عباد السلام عليك يا جبريل السلام عليكم ملائكة الله السلام عليكم وعباد الله الصالحين، قبل ما يعلمهم التشهد كانوا هم بيعملوا كده، بعد كده علمهم التشهد وعلمهم عدم رفع اليد. فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرأنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين يعني محلقين متفرقين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعن أبي قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء قال وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني لما يجي يسلمه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لما يسلم إيه على الجانب ده والجانب ده كانوا يعملوا كده، وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وعن أبي قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز
عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. ونقف على باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينتك.